ساحات الحرم القدسي الشريف كانت العنوان الأبرز لشهر رمضان في القدس، فهذه الساحات التي شهدت مواجهات بدأت ولم تنتهي بعدد سنوات الاحتلال وصل عدد زائريها إلى مئات الآلاف في الشهر الفضيل. الزوار أنعشوا اقتصاد المدينة فزاروا أسواقها خاصة قبل العيد، هذه الأسواق التي تبقى شبه خالية بقية أيام العام، وقامت لجان محلية بتزيين أحيائها الحزينة عامة والمثقلة بهم العزلة والاحتلال والفقر. نحن نتمنى أن يستمر مثل هذا الوضع طوال العام وليس فقط الارتباط في المسجد الأقصى والبلدة القديمة والقدس في شهر رمضان، أيضا هذه دعوة لأمتنا العربية والإسلامية، حتى يستمر هذا المشهد يجب أن تدعم المدينة، تدعم مؤسساتها، مستشفياتها، مدارسها، جامعاتها، نواديها الثقافية، الاجتماعية، الرياضية. بناء على أنه كانت الضفة فاتحة والكل داخل من الضفة والعرب من الشمال وال48، الحمد لله الكل كان الحركة منيحة والأجواء منيحة. أمل المقدسيين أن يبقى هذا الحشد بعد رمضان، فمن دون اقتصاد وتنظيم حياة المقدسيين صعبة إن لم تكن مستحيلة. يمكن الصورة تكشف للناس قدي الناس عن جد عطشانة لمثل هذا الأمان، لمثل هذا الأجواء إنها تكون. وبيني وبينك هي التظاهرة بتأكد قدي المدينة عربية، قدي المدينة إسلامية، وقدي هي متسامحة، وقدي بفتح ذراعاتها لكل الناس المدينين في البلد. إن شاء الله ربنا بعم يعني علينا الأجواء الطيبة وبتضلها مستمرة وبترجع البلاد زي ما كانت مزبوطة. الآلاف من سكان الضفة وصلوا إلى مدينة القدس بعد أن سمحت إسرائيل بدخولهم بتصاريح مؤقتة شملت أيضا مواطنين من غزة. شهر رمضان المبارك هو مناسبة دينية أولا، ولكنها سياسية واقتصادية بامتياز أيضا هنا في مدينة القدس، فهذه الأسواق التي تعيش ركودا اقتصاديا غالبية أيام العام تنتعش في الأيام المباركة، كما أنه مناسبة للتأكيد على هوية المدينة التي تعيش محاولات لطمس هويتها. ريما مصطفى، العربية، القدس المحتلة.